قصدت باب الرجاء والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي قلت يا أملي في كل نازلة يا من عليه لكشف الضر أعتمد أشكو إليك أمورا أنت تعلم بها ما لي على حملها صبر وعلى وقد بسطت يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من مدت إلي فلا تردنها يا رب خائبة فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جود